الاتحاد الافريقي لكرة القدم ينتصر للمغربي محمد الشيبي ويوقع عقوبة كبيرة جدا 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 على اللاعب المصري حسين الشحات بعد تصرفه الغير اخلاقي. ولكن قبل الدخول في التفاصيل عزيز المتابع الجميل، اتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. وبالقانون حسين الشحات يتلقى أكبر صفعة في حياته بعقوبة قاسية جدا جدا من الكاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. قانون الانضباط في الاتحاد الإفريقي يؤكد يحق للكاف توقيع عقوبة على أي لاعب داخل القارة حتى لو الواقعة لم تتم داخل البطولات التابعة للاتحاد الافريقي. وبالتالي لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي خلصت عقوبة حسين الشحات من 6 مباريات الى 12 مباراة ايقاف عن مزاولة لعبة كرة القدم في دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي. اذا حسين الشحات سيغيب عن 12 مباراة قادمة للنادي الاهلي سواء في بطولة السوبر الافريقي القادمة وايضا في دوري ابطال افريقيا. عقوبة مغلظة جدا من الكاف تليق بتصرف حسين الشحات الغير اخلاقي تجاه المغربي محمد الشيبي. محمد الشيبي في اول رد فعل له نشر صورة عبر حسابه الرسمي على انستجرام بقميص المغرب وهو يحمل شعار فريقه ايضا بيراميدز ويؤكد الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى، وعبر عن سعادته بايقاف حسين الشحات بعد واقعة اعتداء الوحشية التي شاهدها الملايين عبر العالم.